يا سلام عليك الله. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. الله يرضى عليك يا شهاب ويجعلنا وياك بالاعتقام النار. تفضل يا حبيبي. انا بعطيك معلومه والبعض ممكن اول مره يسمع عنها. ايش المعلومه هذه يا اخ شهاب؟ في صحابي كان يهدي الرسول عليه الصلاه والسلام كل يوم هديه. عليه الصلاه والسلام 10 سنوات من يوم هاجر الرسول عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه لا يكاد يمر يوم الا ويهدي هديه. من الصحابي؟ سعد بن عباده رضي الله عنه. رضي الله عنه. هذا الصحابي كان كريم وسخي ويحب الخير وكان يحب الرسول عليه الصلاه والسلام وكل يوم يهدي هديه. وكان من دعاء سعد بن عباده رضي الله عنه: اللهم اني لا اصلح للفقر والفقر لا يصلح لي. واللهم اللهم اغنني من فضلك. كان يدعو دائما بهذا الدعاء. الانسان كل ما دعا الله ان الله يغنيه حتى يقدم الخير ويكرم الناس ويحب ان يقدم لله، ربي بيكرمه باذن الله تعالى. احفظوا هذا الصحابي سعد بن عباده رضي الله عنه، كان يهدي الرسول عليه الصلاه والسلام كل يوم هديه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. انشروا المقطع لبعض ما يعرفه، والله يجعلنا وياكم فتح الخير مغاليق للشر. امين. يعطيك العافيه.